السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي. درسنا النهاردة عن جمهورية الهند. هي واحدة من دول قارة آسيا، زي ما احنا شايفين على الخريطة تقع في جنوب آسيا، وهي عبارة عن شبه جزيرة يحدها المياه من جميع الجهات ما عدا الجهة الشمالية. هنتعرف في درسنا النهاردة عن الهند، عن الموقع، إذا كان موقع فلكي اللي بيأثر في المناخ وفي النبات الطبيعي في الأنشطة الاقتصادية للدولة والأنشطة السكانية للدولة، أو الموقع الجغرافي، الموقع بالنسبة للدول المجاورة، أو الموقع بالنسبة لليابس والماء. عن مساحة الهند وعن التضاريس هنتكلم كمان عن المناخ والنبات الطبيعي. هنتكلم عن الموارد البشرية في الهند زي السكان، مناطق التركز ومناطق التي يقل فيها السكان، عن الأنشطة الاقتصادية، الأنشطة التي يعمل بها السكان في الهند، أهم المدن في الهند، وأخيرا العلاقات المصرية الهندية اللي هي علاقة مصر بالهند، إذا كانت علاقة سياسية ولا علاقة اقتصادية أو علاقات أخرى. نبدأ بالموقع. تقع الهند كموقع فلكي بين دائرتي عرض من 8 ل 35 شمالا، هي في شمال خط الاستواء، وبين خطي طول من 68 شرقا ل 97 شرقا، هي تقع في شرق خط جرينتش، يعني في الشمال الشرقي من الكرة الأرضية. أما الموقع الجغرافي، وإحنا قلنا الموقع بالنسبة لليابس والماء والدول المجاورة اللي هي الحدود السياسية، يحد الهند من الشمال كل من الصين ونيبال وبوتان. وناخد بالنا من الخريطة، استخرج من على الخريطة. أما من الشمال الشرقي فيحدها دولة ميانمار، ومن الشمال الغربي يحدها دولة باكستان، من الجنوب الشرقي يحدها خليج البنغال، ومن الجنوب الغربي يحدها البحر العربي. تقع دولة بنغلاديش بأكملها داخل حدود الهند. كل حدود دولة بنغلاديش داخل دولة الهند على خليج البنغال. أهم الجزر اللي بتتبع الهند هي جزيرة سيلان أو بالاسم الجديد سريلانكا. مساحة الهند هي من المساحة من الدول الكبرى في المساحة على مستوى العالم، حوالي 3,200,000 كيلومتر مربع. أما بالنسبة للتضاريس، يعني الجبال والهضاب والسهول، إذا كانت سهول فيضية أو سهول ساحلية. نبدأ بالجبال. أكبر السلاسل الجبلية في الهند في الشمال جبال الهيمالايا، وفي الغرب جبال الغات الغربية، في الشرق جبال الغات الشرقية. دايما بنقول ناخد بالنا من الخريطة، استخرج من على الخريطة. أما الهضاب فهي هضبة واحدة في وسط الهند، هي هضبة الدكن على شكل مثلث يقطعها مجموعة كبيرة من الأنهار، وأهمها جودفيري وكريشنا وكوفري. أما بالنسبة للسهول فإحنا عندنا سهول فيضية اللي هي السهول التي تكونت بفعل الأنهار، وأكبر السهول الفيضية في الهند نهر الجانج في الشمال، ويصب في خليج البنغال، زي ما احنا شايفين على الخريطة بينبع من جبال الهيمالايا ويصب في خليج البنغال. وعندنا أنهار تانية زي ما قلنا على هضبة الدكن زي جودفيري وكريشنا، وأصغر السهول النهرية في الهند كوفري. أما بالنسبة للسهول الساحلية اللي هي على سواحل البحار والمحيطات، في الشرق عندنا سهول كروميندن، أما في الغرب فعندنا سهول ملبار. المناخ. مناخ الهند مناخ موسمي حار، تتوسط درجات الحرارة في الهند 30 درجة مئوية، تقل درجات الحرارة باتجاه نحو الشمال، لأنه كلما ابتعدنا عن خط الاستواء تقل درجات الحرارة، والهند تقع بين دائرتي عرض من 8 ل 35 شمالا. يبقى أول سبب عندنا إن لو قلنا بما تفسر تقل درجات الحرارة بالاتجاه نحو الشمال،
هي بسبب البعد عن خط الاستواء. والسبب الثاني هو ارتفاع السطح كلما اتجهنا شمالا وظهور جبال الهيمالايا. تسقط الأمطار في الهند في فصل الصيف وتكون جزيرة في الجنوب وتقل كلما اتجهنا شمالا. ناخد بالنا، أكثر المناطق مطرا في الهند في الجنوب، أقل المناطق مطرا في الهند في الشمال. المناخ بيترتب عليه النبات الطبيعي، وبسبب سقوط الأمطار الجزيرة تنمو الغابات الموسمية على السواحل الشرقية والسواحل الغربية في الجنوب، وأهم أشجارها التيك والمنجروف وجوز الهند. أما الحشائش فهي حشائش قصيرة حارة، اللي هي حشائش السافانا اللي بتغطي معظم هضبة الدكن. السكان، هنتكلم عن الهند بشريا. احنا اتكلمنا عن الهند طبيعيا من حيث الموقع فلكي وجغرافي، المساحة، التضاريس، جبال وهضاب وسهول، المناخ والنبات الطبيعي. طب الموارد البشرية في الهند، نتكلم على السكان. الهند واحدة من أكبر دول العالم سكانا، هي تاني دول العالم سكانا بعد الصين. عندها مشكلة كبيرة وهي المشكلة السكانية. استطاعت الهند مواجهة المشكلة السكانية أو الزيادة السكانية بالاعتماد على الاهتمام بالتعليم وتطوير البحث العلمي. يبقى الهند واجهت المشكلة السكانية اللي هي الزيادة السكانية في الهند باهتمامها بالتعليم وتطوير البحث العلمي، وده أدى إلى التطور الزراعي والصناعي في جميع المجالات في الهند. طب أين يتركز السكان؟ يعني يقصر السكان فين وأين يقل السكان؟ اللي هي الكثافة السكانية. يتركز السكان في الهند في السهول الساحلية والسهول الفيضية حيث الزراعة، وكمان في المدن الكبرى زي العاصمة نيودلهي ومدينة بومبي على البحر العربي. ويقل السكان الهند في المناطق الشمالية حيث جبال الهيمالايا اللي هي منطقة واعرة السطح، وكمان على الجبال الغات في الشرق وفي الغرب اللي هي المرتفعات الشرقية والمرتفعات الغربية. الأنشطة الاقتصادية اللي هي الأنشطة التي يعمل بها سكان الهند. أولا الزراعة. زاد إنتاج الهند من المحاصيل الزراعية في الآونة الأخيرة. زي ما احنا ذكرنا إن في أنهار كتير في الهند، يعني كثرة السهول الفيضية. طيب هل في زيادة في الإنتاج ولا في قلة في الإنتاج؟ لا، في زيادة في إنتاج الهند من المحاصيل الزراعية في الآونة الأخيرة، والسبب وجود مساحات واسعة من الأراضي الزراعية اللي بتعتمد على مياه المطر في بعض المناطق ومياه الأنهار في مناطق أخرى. زي ما درسنا في الوحدة الأولى إن الهند واحدة من أكبر دول العالم في إنتاج القمح وقصب السكر والقطن. ثانيا الإنتاج الحيواني، والإنتاج الحيواني حاجتين، الثروة الحيوانية والثروة السمكية. نبدأ بالثروة الحيوانية. توجد في الهند ثروة حيوانية ضخمة بسبب توافر المراعي، زي ما احنا قلنا انتشار حشائش السافانا القصيرة. واحنا عارفين ان الهند واحدة من اكبر دول العالم في تربية الابقار، 220 مليون رأس من الابقار، الجاموس، الاغنام. لكن الابقار في الهند ليس لها قيمة اقتصادية، بما تفسر بسبب تحريم الديانة الهندوسية اكل لحوم الابقار. معظم سكان الهند يدينون بالديانة الهندوسية التي تحرم ذبح الابقار. الثروة السمكية، لما نقول بما تفسر، تعد الهند من الدول الرئيسية المنتجة للاسماك لانها تطل على محيطات زي المحيط الهندي والكيلجان، زي خليج البنغال، والبحار زي البحر العربي، قصرة الانهار والبحيرات الداخلية. الثروة المعدنية، الثروة المعدنية ومصادر الطاقة. لما نيجي نتكلم على المعادن، اهم المعادن في الهند الحديد، وهي رابع دول العالم انتاجا له.
أما مصادر الطاقة فالهند واحدة من دول العالم المنتجة للفحم، هي ثالث دول العالم إنتاجا للفحم بعد كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وتوجد معظم مناجم الفحم في الهند في هضبة الدكن. الطاقة النووية، اعتمدت الهند على الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، وده بسبب افتقارها للبترول ومصادر الطاقة، أي أنها نشوف إن الهند بحثت عن بديل للبترول، هي ما عندهاش بترول، البديل استخدام الطاقة النووية السلمية لإنتاج الطاقة. الصناعة، تطورت الصناعة بالهند تطور سريع في السنوات الأخيرة، وده بسبب اعتماد الهند على توافر مقومات الصناعة زي الأيدي العاملة والخبرات الفنية والمتطورة، وجود المواد الخام، وزي ما قلنا الاهتمام بالبحث العلمي والتعليم. لكن لما نيجي نقول دلل على تطور الصناعة بالهند تطور سريع، ان الصناعة تطورت، ان الهند عندها صناعات ثقيلة. لما نيجي نتكلم من اهم الصناعات زي صناعة السيارات والالكترونيات والالات، ده بجانب الصناعات الخفيفة زي صناعة المنسوجات والصناعات الغذائية والكيماوية وغيرها. اهم المدن في الهند، الهند دولة كبيرة ومن أهم المدن فيها العاصمة نيودلهي، هي العاصمة السياسية ويوجد بها الكثير من الجامعات التعليمية والمراكز الصناعية والمعالم التاريخية المهمة. تاني، نيودلهي هي العاصمة السياسية للهند ويتركز فيها الجامعات والمراكز الصناعية والمعالم التاريخية. من المدن المهمة في الهند بومبي، وهي العاصمة التجارية للهند وأكبر الموانئ على البحر العربي وأكبر المدن الصناعية في الهند. كمان عندنا مدينة حيدرآباد، هي واحدة من المدن الكبرى خاصة في مراكز الصناعة اليدوية وكمان المراكز الإسلامية. في الهند بيتمثل المسلمين فيها حوالي 15% من السكان بجانب الهندوسية. في مدن تانية زي كالكتا أو كالكوتا، أحمد أباد، بنجالور وتشينار. العلاقات المصرية الهندية، علاقة مصر بالهند، تتعدد العلاقات المصرية الهندية إذا كانت علاقات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية. طب إحنا ناخدهم كلهم؟ لا، إحنا ناخد العلاقات الاقتصادية فقط اللي هي تصدير واستيراد. تصدر مصر للهند اللي هي تستورد الهند من مصر. ناخد بالنا عند السؤال، تصدر مصر للهند هي تستورد الهند من مصر. طب مصر بتصدر الى الهند ايه؟ القطن والأسمدة الخام والأسمدة المصنعة والبترول والجلود واخيرا الفوسفات. وبتستورد مصر من الهند اللي هي تصدر الهند لمصر. تستورد مصر من الهند يعني مصر بتشتري من الهند، اللي هي تصدر الهند الى مصر غزل القطن، اللي هو القطن بعد الحلب، فصل بذور القطن عن الخيوط، السمسم، التوابل، الشاي، واخيرا قطع الغيار ووسائل النقل والعديد من المنتجات. وفي علاقات قويه بين مصر والهند. شكرا، ونتقابل ان شاء الله الدرس الجاي مع دوله نيجيريا.